اسأل قبل ما تشير. زمان قالولنا ان مش كل حاجة بتلمع تبقى ذهب، يعني ببساطة اوعى تغرك المظاهر. وبما ان حياتنا اليومين دول بقت كلها على السوشيال ميديا، والمصريين اغلبهم بقوا يا اما على فيسبوك او على تويتر، فلازم اقولك ان مش كل بوست تشوفه ويعجبك يبقى حقيقة. لازم تسأل وتعرف ايه حقيقته. مثلا قالوا في الايام الاخيرة ان في بيت صيني وكمان رز صيني، لكن الحقيقة ان الكلام هو اللي طلع صيني، يعني مش حقيقة ونفته الحكومة. وكتبوا ونشروا وشيروا على السوشيال ميديا ان الحكومة هتضيف مادة لتقليل خصوبة الرجال كاسلوب للحد من الكثافة السكانية. ولو اديت نفسك فرصة ودورت على الحقيقة هتلاقي ان ده تحريف لتصريح وزير التموين بيقول فيه انه هيتم اضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في انتاج الخبز. طب هقولك على حاجة، في حادثة اطفال المريوطية الاخيرة الكل اتكلم وقال ان في سرقة اعضاء وفي وفي وفي، ومحدش استنى عشان يعرف الحقيقة اللي طلعت ان ام الاطفال هي اللي ورا الحادثة البشعة دي وتم القبض. الخلاصة واللي عاوز اقوله ان لازم تسأل قبل ما تشير لو بتحب بلدك بجد.